إذا طاير سنونه مسك الملكي في هالحالة هاي الشلح كله حكم عليه بالموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو باسم النحالين. السؤال للجميع وبالخاص الصيادين، إن نحن هلق عنا هاي الخلية فيها طرد فيها شلح، ومثل ما أنا شايفين السنون طائر السنونه معبي السماء وعم ينقض بكميات وبأعداد كبيرة على النحل. يعني هلق سؤالنا، إذا طائر سنونه مسك الملكي في هالحالة هاي الشلح كله حكم عليه بالموت. طبعا نحن حطينا فزاعة مثل ما كن شايفين هون، هاي الفزاعة لطرد السنون ولكن دون أي جدوى. السؤال هون للجميع، للنحالين للصيادين وللجميع، وخاصة اللي بيحكي وبيقول انه حرام قتل السنون او طائر الورور، كمان هو العدو الاول للنحل. طيب النحال اللي تعب سنة كاملة ضاع في 5 دقائق، شو بدي سوي؟ شو الحل برأيكم؟ هذا السؤال برسم الجميع. طبعا لسه بالسماء في ورور، بس على العالي مو مبين يعني على الكاميرا، ولكن طائر السنونو عم ينقض على النحل وبالقطب بيشتراها. هلا نحن بدنا الحل، وشكرا للجميع.